لجامعة القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، أعلن عن شروط القبول ببكالوريوس التجارة وعلوم الأعمال بنظام التعليم المدمج. المركز كمان أعلن فتح الباب لسحب استمارات التقدم للبرنامج للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المتوسطة والثانوية والأزهرية والشهادات الأجنبية اعتبارا من أول أكتوبر، يعني من بكرة 2017. كمان تم الإعلان عن الرسوم الدراسية اللي أقرها مجلس إدارة المركز حتى الآن، خطوة جديدة لنظام التعليم المدمج. بنشوف برامج تعليمية جديدة كمان بتقدمها جامعة القاهرة الفترة الأخيرة. صحيح.